بدعوة من حزب الاتحاد عقدت ندوة التنمية السياسية وأولويات الحوار الوطني، وذلك بحضور ممثلي عدد من أحزاب المعارضة الوطنية المصرية على رأسهم حزب الجيل الديمقراطي وحزب مصر القومي. المعارضة الوطنية هي موجودة دائما وليس جديدة، ولكن هي تدشينها وإعلان بكل قوة عن وجودها، أعتقد لأن طبيعة المناخ السياسي الحالي يحتاج أن يتعرف المواطن المصري على النظام السياسي في البلاد. النهاردة بنتكلم عن التنمية السياسية، والتنمية السياسية بمفهومها الواسع، وهي أشمل من الإصلاح السياسي، لأنها تحتها مجال اقتصادي واجتماعي ويكملوا بعض. الهدف من الندوة هو تعبير صادق وحقيقي من الأحزاب المصرية، ورغبة أكيدة في أنها تشارك في المشهد السياسي بفعالية، وده بيأتي استجابة وتشجيعا من إشارات وتحركات للدولة المصرية. فكرة ثلاث أحزاب، نحن عايزين نطلق مبادرة المعارضة الوطنية الإيجابية، ان هم يقدروا ان احنا نستقطب ان هم يتضامنوا معنا فيما بعد، لكن احنا كتلات أحزاب النهاردة للصالون الثقافي بنعتبر نواة لصالون ثقافي بيطرح رؤيته اللي هيتم عرضها إن شاء الله عن طريق الأحزاب على الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني، نحن نقدر نعرضها على الجهات التنفيذية إن هم ياخدوا بيها. تناول الحضور خلال الندوة تصورات المعارضة الوطنية لأجندة المشاركة الفعالة بالحوار الوطني، ورؤيتها لخارطة الطريق في ظل التحديات الدولية والتي تؤثر بشكل مباشر على الدولة المصرية. المعارضة هي مشاركة بطريقة إيجابية مع النظام ومع كل الجهات الحاكمة علشان خاطر تحدث عملية التنمية الحقيقية في البلد. البلد محتاجة كل جهد، محتاجة كل فكر، محتاجة كل إيد تتمد علشان خاطر تحصل التنمية، ونقدر نواجه كل التحديات اللي بتقابل العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة. لا يمكن لحياة سياسية ولا يمكن لأي نظام سياسي أن يتحرك وإلا بجناحين، جناح الأحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة. ودور المعارضة في تقويض الحياة السياسية دور معترف به في العالم كله. وتأتي فعاليات الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية كأحد المسارات الهامة للحوار الوطني، والتي تهدف لتغيير الدور النمطي لأحزاب المعارضة من كونها الناقدة للقرارات الحكومية إلى المشاركة الفعالة في صنع القرار الذي يدعم مسارات التنمية في الجمهورية الجديدة. من زهدي ETC.